السلام عليكم، معكم منذر من قناة Infinity Gaming، واليوم راح أسوي لكم Unboxing. طيب يا جماعة، مثل ما شايفين هذه الأغراض خضيناهم من أمازون، فخلينا نسوي Unboxing مع بعض. خلينا نشوف لنا هذا المقص العجيب. طيب كيف نفتحه؟ نفتحه من هنا. أيوة، بشويش بشويش بشويش. أوكي، واحدة من هنا بعد. افتح ولد. اوكي حلو، جاهزين يا جماعة؟ نشوف. طيب اوكي، طيب هذا هو الاغراض يا شباب. طيب اول منتج معنا، طبعا اعرفكم على جهاز إليجاتو، جهاز مخصص للستريمينج. طبعا الجهاز مثل ما شايفين بصراحة بوكس ماله عجيب، ألوان عجيبة. طبعا اللي ما يعرف إليجاتو له أكثر من موديل واحد، عندنا موديل اللي هو يجي HD60 بدون الأس هذا، وعندنا HD60S اللي هو هذا الجهاز اللي أنا جايبه، وفي طبعا اللي يصور 4K، ولكن كل واحد ياخذ اللي يناسبه، فأنا شفت أن هذا أنسب واحد لي. طبعا مثل ما ذكرنا جهاز مختص للستريمينج والريكودينج، طبعا يعطيك فول اتش دي 60 اطار مثل ما موضح معكم هنا، جاي مع يو اس بي 3.0، وفي داخل راح نشوف مع بعض. بس مثل ما مسجل هنا يجي مع يو اس بي كيبل، وعندك الاتش دي ام اي كيبل. فيلا خلينا نشوف وش اللي موجود داخل، كيف شكل الجهاز. يا الله يا ولد. طيب اتوقع نحتاج ان نفتح هذا، نستخدم هذا المقص. اوكي، طبعا هذا الجهاز اتوقع يعني من الاجهزة اللي راح تناسبك اذا انت من محبين الستريمينج. طبعا هذا الجهاز يدعم اغلب المنصات، نينتندو سويتش، وعندك اكس بوكس، وعندك البي سي، وعندك اللي هو بي اس 4. طيب واو، اوكي هذا هو الجهاز. خلينا نشوف مع بعض وش اللي موجود في محتواه. اوكي طبعا هذا هو الواير اليو اس بي اللي يجي فيه معه 3.0، وهذا اللي هو واير HDMI مثل ما شايفين. اتوقع انه يحتاج نفتح نشوف ال... يلا يلا يلا. اوكي اوكي، واير الظاهر انه كواليتي ممتاز، ممتاز صراحة عجبني. وهذا كذلك نشوف. اوكي يو اس بي 3.0، والله شكله رهيب وممتاز. طيب هذا هو الجهاز اللي قاعد يا جماعة، مثل ما شايف اللي قاعده جهاز ممتاز. طبعا هنا عندك الاوت، وهنا عندك الان، هنا حق الصوت وحق الاتش دي ام اي، وهنا اللي يركب فيه اليو اس بي. طيب هذا الجهاز بالمختصر المفيد انا خضيته علشان اني انا ابدا اسجل واسوي ريكوردينج وستريمينج وكذا، فجهاز ممتاز. يلا خلينا نشوف المنتج الثاني. تعال انت هنا. طيب خلينا نشوف ايش معناه. اوكي هذا طبعا جرين سكرين جماعه، غني عن تعريف. من ميزات الجرين سكرين طبعا انك انت تحجب الاشياء اللي ورا في غرفتك. طبعا اذا انت مثلا غرفتك ما من نوع اللي مجهز، مثلا خلينا نقول هذا قد يفي بالغرض، انا خضيته بصراحه لاني احتاجه. خلينا نشوف. اوكي بس والله كبير جاي، ممتاز. اوكي ما بنحتاج هذا. طيب جرين سكرين اساس انه نحن يعني
نحصل على فقط صورة الشخص أو صورتي أنا وأنا جالس ألعب من غير الباك جراوند، من غير الخلفية، أو على حسب يعني أنت كيف تلعب. وش اللي جاي معه؟ طيب هذا أتوقع الكليبات اللي راح أنك أنت تحتاجه على أساس أنك أنت تعلق الجرين سكرين، بس ما أتوقع أنه جاي معه شيء ثاني. طيب هذا أتوقع أساس أنه يفهموا كيف طريقة وضعية الجرين سكرين، أتوقع أي واحد ممكن يعرف كيف يسوي. ولكن هذا مش كل شيء، لأنه عندي شيء أكبر من هذا، فخلونا ننتقل إلى الغرض الثاني. عندنا هذا البوكس، هذا العجيب، هذا البوكس. طيب خلونا نقصقص. يا جماعة ما راح أخلص اليوم، خلينا نشقه كذا. ايوه. طيب جماعة، بالنسبة لهذا البوكس او هذا العلبة مثل ما انتم شايفينه، انا خضيته بسعر 150 US دولار. طيب انا خضيته لانه كان عندهم عرض في امازون، ممكن انك انت تاخذ هذا العرض. انا شفته بصراحة وناسبني كثير، ولكن ما اتذكر وش المحتوى، بس الظاهر انه في محتوى كثيرة بصراحة. خلينا نروح خلينا نشوف وش المحتوى. وش هذا يا جماعة؟ اوكي فهمنا. اوكي ممكن نلعب فيه هذا بعدين. طيب اول منتج وهو تاسك كام. طيب سماعة العاب اتوقع، او ممكن انك انت تستخدم وقت انك انت مثلا تبغى تسوي ايديت او تبغى تعدل في شيء من الفيديوهات. فخلينا نشوف ايش داخله. ليتس جو. الله الله. اوكي لحظه 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 شوي شوي يا جماعه شوي شوي. وش ذا وش ذا؟ ايش هذا؟ طيب ما بنحتاج. ايش جاي محتوياته؟ طيب ما في شيء مهم مثل ما شايفينه، هو مجرد سماعه فقط لا اكثر. طيب هذا هو السماعة. اوكي سماعة اذن ممتاز، شكلها مش بطال، بس ما اتوقع يعني كواليتي عالي، بس عادي يعني ليش لا. طيب خلنا نروح الى المنتج الثاني نشوف وش جايبين. طيب يا جماعة هذا اهم شيء انا اللي خلاني اشتري هذا البوكس كامل، هذا هو اهم شيء يعني تقريبا، وفي اهم منه طبعا فلتر عساس انه ينقي الصوت مثل ما شايفين. واو رهيب، يعني اصرخ على كيفك بس ما راح يكون في اي ازعاج، لانه هذا مصمم انه هو مثلا يعطيك وينقي لك الصوت. طبعا من شركة نوكس جير. ممتاز خلنا نشوف. واو رهيب رهيب صراحة. طيب هذا هو، طبعا هنا يحتاج انه يكون عندك الذراع، فبنسوي مع بعض. طيب اوكي المنتج اللي بعده طبعا هذا هو الذراع. هذا الذراع طبعا من نفس الشركة، شركة نوكس هذه الشركة. طبعا هذا الميزة او ما يميز هذا الذراع انه هو مرن كثير، يعني ممكن انك انت تشيله فوق تحت يمين من غير ما يحتاج انك انت تفتح وكذا. فخلنا نشوف وش محتوياته. ما اتوقع يعني بيكون في شيء ثاني غير الذراع يا شباب. طيب ممتاز. طيب هذا هو اللي راح يجلس في الطاولة. يا شباب حلو جميل. اوكي هذا هو الذراع. طيب هذا هو الذراع يا
سالح، يعني مثل ما شايفين ممتاز بصراحة، يتحرك بكل أريحية. يعني تحط هنا طبعا هذا الفلتر اللي تكلمنا عنه أو منقي الصوت، راح يكون كذا. طيب هذا راح يكون مع بعض. طيب هذا كله أجزاء فقط، إكسسوري، ولكن هذا راح يركب فين؟ راح يركب في مكان لغرض مهم جدا، وهو آخر غرض راح أراويكم إياه وأفضل غرض. طيب نخش اللي بعده. يا سلام، أوه ثقيل 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 يعني. واو يا جماعة أنا شفت شيء. طيب أوكي، أعرفكم على سماعة من شركة بلو في إصداره اللي هو بلو ييتي بلاك أوت. هنا عندك بلاك أوت ييتي بلاك أوت. طيب هذا السماعة أو هذا الميكروفون بصراحة فاجئني إنه جاي مع لعبة فير كراي 5 الجزء الخامس. بصراحة لعبة ممتازة كثير، وهو مثل ما واضح معكم قيمته $60 $60. طبعا أنا اشتريت هذا السماعة واللعبة جاي فيه، وأتوقع يحتاج أني أنا أبدأ ألعبها لأن لعبت أجزاء اللي طافت وبلعب هذا الجزء. بصراحة لعبة ممتازة من نوع العالم المفتوح اللي هو يسمى RPG، بصراحة أنصحكم فيه. طبعا هذا السماعة مثل ما شايفين علشان يوصلكم صوت الجميل بكل وضوح ونقاهة. خلونا نشوف وش اللي في داخله. متحمس بصراحة، هذا السماعة عجيب. افتح. اوه شباب ظهرني متحمس زيادة عن اللزوم. لا 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 اوكي في لزق. راح نستخدم هذا المقص علشان نفتح. اوكي فتحنا. ايش كذا؟ اوكي حلو. واو طيب هذه هي السماعة يا جماعة، هذا هو السماعة، هذه هي الشركة بلو ييتي بلاك اوت. طيب طبعا اتوقع هنا داخل ما في غير انه يخبروك التعليمات، لكن ما علينا خلونا نراويكم. طبعا في محتوى هذا السماعة او هذا الميكروفون عندك هذا الواير العجيب. طبعا يعني شوفوا كيف أشياء أصلية 100%. أنصحكم في هذا البراند بلو ييتي ماركة من شركة بلو. ولكن حان الوقت تشوف السماعة العجيبة. خلونا نتخلص من هذا، خلونا نتخلص من هذا يا شباب. أوه سموحة. أوكي خلونا نتخلص من هذا علشان نخلي هذا الشيء العجيب هنا الأسطوري. طيب هذا هو السماعة يا جماعة، هذا هو السماعة يا جماعة. شو ذا؟ ايش ذا الحبوب؟ طيب الله عليك الله عليك الله عليك يا جماعة، شوفوا كيف والله انه ثقيل. شوفوا ماركة البيوتي كيف حاطينه. طيب طبعا هنا عندكم المودات او الوضعيات اللي ممكن انك انت تشغلها واللي ممكن انك انت تستخدمها. بصراحة سماعة كثير عجبتني من شركة بلو مثل ما هو حاطي لك هنا. شوف شكل السماعة، انا من محبين الغوامق اخترت اللون الاسود العجيب هذا علشان أوصل صوتي. بصراحة متحمس كثير أني أنا أبدأ أشغل السماعة. ممتاز جدا. مثل ما شايفين هنا عندكم القواعد،
هنا اللي ممكن تحطوا فيه نفس اللي ما ذكرت لكم، الذراع، وبعدين اركب فيه طبعا هذا مع بعض، يعطيكم نقاوة. طيب هذا هو السماعة اللي كنت انتظرها، سماعة عجيبة، بلو ييتي بلاك اوت. طيب يا جماعة، حبيت اني انا اشارككم اسعار واغراض اللي انا خضيتهم. فعندك إليجاتو، جهاز بصراحة ممتاز، يصور ويسوي ريكورد وإيديت وهذه الامور، خضيته ب 156 يو اس دولار، انصحكم فيه، هاي ريكومندد، ممتاز. اما بالنسبة لهذا الكاميرا خضيته طبعا اللي هو شركة لوجيتك، خضيته ب 74 يو اس دولار، ممتاز كثير، يصور فول اتش دي. اما بالنسبه للجرين سكرين فهو ما مكلف، ب 24 يو اس دولار، ممتاز كذلك، على اساس انه يغطي الاشياء اللي ورا. طبعا هذا الاشياء انا خذيتهم على حده لاني انا كنت محتاجهم، ما عندي كاميرا، كنت اصور بكاميرا ثانيه، بس الحين عندي كاميرا يصور فول اتش دي، عندي هذا الجهاز الجبار اللي ممكن انا اعدل التسجيلات، والجرين سكرين على اساس اني اغطي من ورا. طيب اما بالنسبه لهذا الاغراض اللي هنا خذيتهم كلهم يعني في عرض في امازون، كان عندهم ب 150 يو اس دولار يعطوك هذا الاغراض، فمنقي الصوت، الميكروفون، والذرع، وهذا الهيدفون اللي انت ممكن انك انت تستخدم في اي شيء، مع اني انا ما كنت ابغاه، بس كلهم جايين مع بعض وبس كذا. ولغاية الآن أنا ممكن يعني أستفيد صراحة واستمتع بهذا الأغراض وبس. فكان معكم منذر من قناة Infinity Gaming، سلام.